حياك. إذن أيها السادة، ما زلنا نتواصل معكم. الآن ينضم إلينا العميد عادل حشاش، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. مساء الخير عميد عادل. يعني هل من الممكن أن تطلعنا وكذلك تطلع السادة المشاهدين حول الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية اليوم بعد تعرض البلاد لهذه العاصفة الرملية؟ تفضل السادة عادل. نعم، مساء الخير أخي صالح. بداية أكيد مثل هذه الأجواء قد تكون هذه الأجواء الآن سائدة المقبرة في كافة المناطق، تقريبا تتراوح شدتها ما بين المناطق الداخلية والخارجية والطرق السريعة. يمكن الأجواء إلى هذه اللحظة قد تكون مستوى الرؤية غير واضح، مستوى الرؤية متذبذب، يعني يتراوح بين منطقة ومنطقة. لكن السائد العام رسالة لوجهها لكل الأخوة الآن المشاهدين، اللي عنده فعلا شغل ضروري وما طلع من بيته، يتأنى شوية ويقعد إلى أن تنقشع هذه القبار تماما ويعتهدأ من سرعة الرياح، وبالتالي يقدر أنه يطلع ويكمل مشواره. اللي بالشارع نصيحتنا أنه يتأنى شوية في القيادة، يحاول يترك مسافة كافية ما بينه وبين السيارة الأمامية منعا لأي عائق بالطريق وأي مفاجآت يمكن تحدث في الشارع، وفي نفس الوقت تشغيل الفلاشر او التوقف المفاجئ وغيرها من هذه الامور. اتمنى ان ما تكون في ذهن السائق في مثل هذه الاجواء، لكن اللي دائما نركز عليه في مثل هذه الامور خاصه بالاجواء اللي هي الطارئه اللي يحدث فيها تغير مفاجئ لحركه الطقس او اجواء الطقس بشكل عام، انه يكون هناك تركيز اثناء القياده. كل ما يشغلك عن هذا التركيز نحاول نوخر عنه، نترك كل الامور اللي هو ما تعطينا الانتباه الجيد والتركيز الواضح أثناء القيادة، لأنه يعطيك الأمن والأمان والإطمئنان أثناء القيادة. تقريبا الآن اتصالنا في غرفة العمليات، اتصالنا مع غرفة العمليات سواء بالنجدة سواء بالمرور سواء بالأمن العام، وضحوا لنا بأن الحمد لله الحركة المرورية في أغلب الطرق تتراوح يعني ما بين انسيابية وما بين يعني ازدحامات، وخاصة فترة الذروة الآن في مثل هذا الوقت من كل يوم. الآن دائما ركز على 112 اللي هو هاتف الأمان، بالاتصال لأي نوع من أنواع المساعدة سواء كانت أمنية أو مرورية أو إنسانية. الإخوان في العمليات أيضا متواجدين وعلى هبة استعداد في غرفة البدالة الآن متواجدين. الدوريات المتواجدة في الشارع كلها مستنفرة ماخذة مواضعها سواء على الطرق السريعة أو الرئيسية أو التقاطعات. الرسالة اللي ننبه عليها في مثل هذه الأجواء، وإن هدأت شدة الرياح أو إن كانت الأجواء تميل إلى الاستقرار النسبي في هذه اللحظات، لكن نقول تجنبوا العوائق اللي قد تكون موجودة في الشارع. في بعض البلاغات تأتينا الآن في بعض الأشياء قطع حجاب موجودة في الشارع، في هناك بعض يعني الأمور نتيجة سرعة الرياح يمكن امتدت إلى وسط الشوارع في بعض الأحيان، وبالتالي تؤثر أيضا على انسيابيتها وأيضا سلامتها كسلامة قائد المركبات في هذه الأجواء. نعم. كل اللي نقوله أن التأني وأيضا الحرص والحذر والانتباه والإبلاغ غرفة العمليات عن أي نوع من أنواع المساعدات، وعسى الله يحفظ الجميع إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. طيب العميد عادل، عفوا على المقاطعة، يعني هل يعني غرفة العمليات استلمت بلاغات من أول ما هبت؟ إلى هذه اللحظة بلاغات عادية أخي صالح، ما في هناك أي بلاغات، كثر ما هي بلاغات، في هناك بعض التعطل لبعض الإشارات، في هناك بعض العوائق كسقوط أشجار، في هناك أعمدة من بعض أيضا يعني مخلفات بناء أو غيرها من الأمور يمكن ساقطة في وسط الشارع، اتجهت الدوريات تحاول أن تزيل مثل هذه الأمور حتى ترجع الانسيابية بشكلها الطبيعي، لكن حركة المرور قد تكون معتادة، ما في هناك أي حوادث تذكر، ما في هناك أي أمور خارجة عن حدود المألوف. لكن النقطة اللي نركز عليها أن ما إن كانت الأمور عادية، لكن نتأنى الحرص والانتباه وأيضا اتباع التعليمات. كل الشكر والتقدير للعميد عادل حشاش، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. شكرا لك عميد عادل.